اسمح يا تاريخ كل يوم نفتح صفحة شوف فيها بلاد الشمس بعيونها بتصحى. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة الليلة من فوازير رمضان. أرجو أن تكونوا قد حضرتم الورقة والقلم لتسجيل فزورة الليلة وأتمنى لكم التوفيق. شارك في غزوتي بدر وأحد وكان فارسا مغوارا، قال عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أسد في براثنه، لما له من مواقف بطولية. اكتشف مرض عمى الألوان، وهو عندما يفقد المرء قدرة التمييز بين الألوان. توفي في بريطانيا عام 1844. أعزائي المشاهدين أرجو أن تكونوا قد عرفتم من هو. عن إذنك بالله يا أخت شيرين، قلتي اكتشف مرض عمى الألوان. إي مرض عمى الألوان، يعني ما يميز لون عن لون. إي يعني تكون قدرة التمييز بين الألوان ضعيفة، يعني يوم أنه يطل على التلفزيون ملون يشوفه أسود وأبيض، يشوفه أسود، يعني يشتري أسود وأبيض ما يشتري ملون. عدل. على كل حال أنا شاكر لك اليوم أنك ساعدتيني وقلتي فزورة للمشاهدين، الله يطول عمرك، تستحقي والله فنجان قهوة. وأنا أتمنى أن المشاهدين يعرفوا يحلوها ويرسلون الحل مع بقية الحلول.